يمكن توجهوا كما الرأي العام كيتابع المحلي والوطني أمام قصر البلدية. كما كيعرف المتتبع للرأي العام والشأن المحلي للانتخابات من أجل التصويت على مكتب ورئيس جديد من بعد المعتقل محمد مبديع ما تم العزل ديالو. أول جلسة كانت تأجلت، وهذه الجلسة اليوم في الصباح جينا كمجتمع مدني وكإطار حقوقي بمدينة الفقيه بن صالح باش نكونوا شاهد عيان، وفي إطار المعلومة الحق في المعلومة اليوم كنتواجدوا أمام القصر البلدي لتنوير الرأي العام. اليوم تم تأجيل الدورة الثانية، الدورة الثانية اللي تأجلت اليوم لغاية يوم الاثنين. حنا كإطار حقوقي كنستنكروا المصالح ديال المواطنين اللي راها معطلة، كنطالبوا السيد العامل باش أنه يتدخل في أقرب وقت ممكن بتكوين لجنة مؤقتة باش تخدم هاد المواطنين اللي راهم هما واقفين. هاد المواطنين الآن كيتواجدوا مواطنين اللي جاوا لعندي وتقولوا لي احنا بغينا أنني واحد باغي يبيع مزير، واحد باغي شهادة خطوبة، واحد باغي ورقة واقف عليها، واحد باغي يقضي شغل. كاين ناس من الجالية اللي واقفة هنايا باغا تقضي الشغالات ديالها. حنا كما قلنا كإطار حقوقي محايدين، لا يهمنا لا اكس ولا إكراك، لأننا نحن عارف تنعرفوا جيدا خبايا السياسية بمدينة الفقيه بن صالح. نحن نعرف جيدا النخب السياسية بمدينة الفقيه بن صالح. حنا كإطار حقوقي اللي ناضلنا في وجه محمد مبديع من أجل فتح الفساد السياسي وفتح مافيات العقار وفتح المنعشين العقاريين اللي استفدوا من هذه المدينة هذه ومن هذه الثروة ديالو، رحنا ماشيين في الطريق الصحيح. هو أننا كنطالبوا من الشباب ديال مدينة الفقيه بن صالح، كنطالبوا من الغيورين ديال مدينة الفقيه بن صالح، كنطالبوا من المثقفين ديال مدينة الفقيه بن صالح، كنطالبوا من الفاعلين السياسيين الحقيقيين في مدينة الفقيه بن صالح أنهم يتجندوا، لأن هذه مرحلة تغيير اللي نادى بها شباب التغيير، لأن هذه مرحلة اللي إلا ما كانش التغيير ما عمره غيكون التغيير. بغينا نقطعوا مع الفساد. هاد النخب السياسية البعض ديالها اللي كنشوفوا أنه كيسعى للمصالح ديالو، هاد بعض النخب السياسية اللي عمرت لسنين، هاد بعض النخب السياسية اللي اغتنت من وراء محمد مبديع، هاد بعض النخب السياسية اللي شاركات في التدمير ديال هذه المدينه هذه. كفى من الايادي المتسخه، كفى من الممارسات الفاسده. اليوم كنطالبوا بوجوه جديده، كنطالبوا بنخب جديده، كنطالبوا برجال صادقين اللي خدموا هذه المدينه هذه. ولهذا حنايا كاطار حقوقي بمدينه الفقيه بن صالح كنطالبوا بان السيد العامل انه يتدخل وانه يدير لجنه لخدمة هذه المدينة، لأن المواطن اليوم كنشوفوه أنه المصالح ديالو معطلة. وكواك بن عمير معطلة. علاش المصالح ديال المواطنين المهاجرين معطلة؟ نستنكر وبشدة. ولهذا بغينا أن هذا المشكل يتحل. بغينا نشوفوا مجلس اللي طالبنا به توافقي وما كانش وما سمعوا ليناش، وكاين اللي تيقول راه مشى مع هذا وكاين اللي تيقول راه مشى مع هذا. ولكن اليوم كنأكدوا للرأي العام أن اليوم سمحوا لنا الإخوان الله يجازيكم هذا كنفروير للرأي العام. حنا كنطلبوا من السيد العام باش يتدخل باش يدخل على المصالح المواطنين. Thank you.
كما تشوفوا الإخوان، لقد تم تأجيل الانتخابات إلى يوم الاثنين.